السلام عليكم أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والبركة دائما. أيها الأحبة، لا يختلف اثنان من العقلاء على أهمية تشريع قانون الخدمة الإلزامية في الأصل والجوهر، لأن البلدان، جميع البلدان، تسعى إلى أن تربي أبنائها أو جيلها الشبابي على الخشونة والقدرة على مواجهة الحياة بشكل أفضل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحصين الشباب وتنمية حس الوطنية لديهم، زرع القيم النبيلة وتأكيدها في نفوس هؤلاء الشباب. لكن قانون الخدمة الإلزامية في العراق له بعد آخر، بعد يتعلق بقدرة الدولة العراقية، قدرة الميزانية العراقية على أن تستوعب تنفيذ هذا القانون. التوقيت توقيت جاء في ظل ميزانية مرتبكة في الأصل. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم التي تأتيكم تحت عنوان قانون الخدمة الإلزامية، صحة المبدأ وخطأ التوقيت. معكم على فاضل في التقديم، قاسم العجرش في الإعداد، أحمد سلام في الإخراج. أيها الأحبة، كما اعتدنا نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان التجنيد الإلزامي يسهم في تعزيز المنظومة العسكرية والهوية الوطنية، للكاتب يوسف الراشد. تعالوا لنقرأ سويته. بين المؤيد للخدمة الإلزامية وإعطائها مبرراتها ومحاسنها، والتي تمنح الشباب فرصة للعمل وتنقلهم من خانة العاطلين عن العمل إلى قوة فاعلة، وبين الرافض لها ويعتبرها بابا من أبواب الفساد وهدر الأموال، يبقى الحل بيد القوى الخيرة التي يهمها مصلحة العراق، وأن يكون للعراق قوة عسكرية تدافع عن حدوده وقت الغزو لا سمح الله. الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي كان من الداعمين والمباركين لهذه الخطوة لإعادة الخدمة الإلزامية، لأنها تخلق جيلا شبابيا قويا واعيا يدافع عن حدود العراق ويكون السد المنيع ضد الأطماع الخارجية. ويبارك خطوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتشريع قانون خدمة العلم. مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوفي الكرام الكاتب المحلل السياسي الأستاذ مهدي الصبيحاوي، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمار البهادي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ مهدي، بعد 20 سنة من زوال نظام القيء أو القيح الصدامي، وبعد أن عانى الشباب العراقي ما عاناه على يد النظام البائد وسوء إدارة الجيش السابق وعمليات الإذلال للشاب العراقي أثناء تأديته لخدمة العلم، جاء النظام الجديد وشهد العراق والشباب العراقي يعني ابتعاد عن هذه مشكلة الدخول في الجيش العراقي والأزمات التي تتمخض عنه. ما الذي جرى لنعود مرة أخرى لمحاولة زج الشباب العراقي في خدمة العلم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة وللدكتور العزيز وجنابكم. مرحبا بك. قناة الأيام أيضا. حقيقة بعد انتهاء الحقبة الزمنية الماضية، حقبة البعث وحقبة صدام حسين، هذه الحقبة التي عانى معنا بها جيل الشباب، عانى بها ليس فقط جيل الشباب بل حتى الأعمار التي تجاوزت سن الشباب، جميع زج في موضوع الخدمة الإلزامية، جميع عانى معنا. بالتالي بعد انتهاء وصلنا وانصدمنا بقانون برايمر الذي لم ينظم حقيقة اندماج الشباب في قضية الخدمة، خدمة العلم والخدمة الإلزامية. اندمج الجميع اليوم تحت المشروع، بداية كان الحرس الوطني، وثم تطور الحرس الوطني إلى الجيش العراقي، وتشكلت صنوف أخرى كثيرة، انضمت الشرطة الاتحادية، قوات مكافحة الإرهاب، ثم عام 2019 دخلت الفوج العقائدي، الأفواج العقائدية، هيئة الحشد الشعبي تشكلت التي ضمت ما يقارب نصف أو أقل من مليون مقاتل، الجميع حبوا لتلبية نداء الوطن والفتوى. اليوم بعد الانتصارات التي حققتها قوات الحشد الشعبي، حققتها القوات الأمنية في مناطق تضم
طبقة سياسية، هذه الطبقة السياسية حقيقة وللأسف لها بعض الأعداء للطبقات الأخرى، لها بعض التوافقية الطبقية بين أبناء الشعب، تنظر بأبناء الشعب الطبقية، بالتالي اليوم يدعون إلى خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية كما سماها شو الطبقية؟ تقصد أن هذا القانون ربما راح ينفذ فقط على أبناء الطبقة الفقيرة؟ نعم هذا ما سيرى، يعني شرع قانون خدمة العلم. حقيقة المشرع العراقي اليوم عندما يريد أن يشرع قانون يجب أن يكون ملم بجميع الأمور اجتماعية سياسية اقتصادية، ملم بالأمور القانونية باعتبار أن اليوم هناك الدستور يحكم جميع الأنظمة، يحكم جميع السلطات. حقيقة هذا القانون اليوم فيه الكثير من الأمور التي خالفت الدستور، خالفت الأعراف الاجتماعية، خالفت الأعراف الاقتصادية التي تحكم. في بداية الكلام قلت أن البلد يعاني من ميزانية متهالكة. حقيقة كقانونيين سجلنا الكثير من الملاحظات القانونية على عمل المشرع. من هذه الملاحظات الدستور سماها خدمة العلم، بينما اليوم المشرع العراقي في البرلمان الخامس، أو حقيقة هو قانون سابق قبل دورتين ولكن رحل، فبالتالي قانون خدمة العلم سمي من قانون خدمة العلم المشرع سماه إلى قانون الخدمة الإلزامية، وهذا يناقض فلسفة الدستور واحترام الحقوق والحريات باعتبار أن المادة 13 نصت على عدم نص أي قانون يعارض على المبادئ الدستورية، كذلك مخالفة المادة 14 التي نصت على أن جميع العراقيين متساوين أمام القانون والحقوق والحريات. قانون خدمة العلم فرق بين ابن الغني وابن الفقير، فرق بين أصحاب الدخول العالية وأصحاب الدخول. أعود إليك بهذا الموضوع بالتحديد أيضا دكتور عمار البهادي، مرحبا بك ضيف عزيز على برنامجنا. أقول أنه مجموعة من المؤيدين لهذا القانون الذين يرون فيه أنه سينتج جيل مؤمن بالقيم الوطنية ويمارس حياته بطريقة فيها قدر من الرجولية والخشونة، لكن ما أدري يعني كأنهم نسوا أن هناك أبواب أخرى يمكن أن ترسخ هذه القيم في ذهنية الشاب العراقي. مثلا أن تبحث له عن فرص عمل كريمة تمكنه من أن يحقق مستوى من العيش اللي يحفظ له الكرامة. ليش نفكر بقانون الخدمة الإلزامية وما نفكر بإيجاد فرص عمل بالتأهيل؟ بداية تحية طيبة لك، مرحبا بك أستاذ مهدي الصبيحاوي. نعم. ولمشاهديك الكرام الله يحفظك. حقيقة اليوم لا يخفى عليكم وعلى المشاهد الكريم أنه القانون وكل تشريع هو فيه من الإيجابيات وفيه من السلبيات. جيد. لكن يبدو لي أنه سلبيات هذا القانون طغت على إيجابياته. في البداية خليني أعرج على الجنبة السياسية للقانون. خير انتبه. ولماذا بالتحديد هذا التوقيت؟ بالضبط. احنا عنوان حلقتنا صحة المبدأ وخطأ التوقيت يعني. وخير العنوان. نعم. حقيقة أشد على إيدك على اختيار هذه الجزئية بالتحديد. أنا باعتقادي اليوم حكومة السوداني خصوصا بعد أن لقيت الأضواء الداخلية والخارجية المرحبة، هنالك رهانات خلف الكواليس على افتعال الأزمات. نعم. تارة أزمة الشارع وتارة أزمة مواقع التواصل الاجتماعي. ربما واحدة من هذه الأزمات هو إثارة الجدال داخل قانون الخدمة الإلزامية. وما الأثر المترتب عن إثارة الجدال؟ السؤال ليش قانون الخدمة الإلزامية شرع أو كانت فكرته منذ الدورة السابقة واليوم يطرح بالبرلمان، اليوم يقدم من قبل رئاسة الوزراء أو الأمان العام لمجلس الوزراء إلى البرلمان، وبالتالي هذا الموضوع حقيقة عليه علامات استفهام كثيرة. صحيح. هسه هذا الجانب السياسي. إذا ما تحدثنا عن الجوانب الأخرى، أنا ربما ما راح أعرج كثيرا على الجوانب القانونية، أترك الأستاذ المختص. نعم أستاذ مهدي متخصص بالقانون. نعم. فالجوانب الأخرى اللي متعلقة بالقانون، خلينا نتفق على فد مبدأ أنه حقيقة اليوم قانون الخدمة الإلزامية هو من اسمه خدمة العلم، حقيقة فيه الكثير من الاعتبارات لسمو مبدأ الوطنية. جيد. هو اليوم ربما يوحد الصوت من زاخو إلى البصرة. جيد. هذا متفق عليه. جيد. هو اليوم وهذا فيه تساؤل طبعا، هذا محل تأمل يعني.
هو يحقق مبدأ المواطنة. واليوم الدول الناهضة، الدول المتطورة، الدول الراسخة بالديمقراطيات هي أول ما تبنى تبنى على أساس مبدأ المواطنة بعيدا عن هذه التخندقات الضيقة سين وصاد وعين. بالتالي تركن هذه المسميات ويصبح مبدأ المواطنة هو الاعتبار الأول. طبعا هذا مو أنا أقوله، اليوم دستورنا الدستور النافذ لعام 2005 بل هو منطق العقلاء يعني العقلاء حسنت. فإحنا اليوم طالما النادي بالدولة المدنية ودولة المؤسسات فيجب أن يكون بالاعتبار الأول. وحقيقة هذا الموضوع هو ربما يدعم من قبل قانون خدمة العالم. لكن هذه الجوانب الإيجابية. لكن اللي أثير بالسوشيال ميديا والخلط اللي صار يعني حقيقة عند عامة الناس مع جل احترامي، هنالك ربما خلط في المفاهيم. ومع الأسف اليوم المثقفين أو المثقفون والناشطون وأصحاب الأقلام والمدونون خلطوا هذه المفاهيم على عامة الناس من خلال الترادف ما بين عسكرة المجتمع وقانون الخدمة بالضبط الإلزامية. بالضبط ممتاز. وفقا للتعريفات وأدبيات السياسة أو الأدبيات العسكرية، اليوم مصطلح العسكرة شيء ومصطلح الخدمة الإلزامية شيء آخر. حقيقة الخدمة الإلزامية أولا هي تأتي وكأنما تكليف لواجب، هذا الواجب وطني مقدس أنا أعتبره للدفاع عن حدود البلد. دكتور أنا ما أعرف شغل بهذه النقطة لأنه تحرق علي يعني محور، لكن أريد أعود بيك إلى يعني نقطة ليش ما يتم البحث عن نوافذ أخرى لترسيخ القيم. أنا كنت أتمنى أستفسر يعني لك إذا ما تبحث له عن فرصة عمل كريمة ما ترسخ به يعني القيم الوطنية. نعم. اليوم المعادلة بعد عام 2003 اختلفت تماما. يفترض بالدولة العراقية أول ما تكون وجهة النظر هي مؤهلة للطاقات الشبابية. ممتاز صحيح. عن طريق التأهيل والتدريب والبحث عن فرص العمل وزجهم في الجامعات وفي المؤسسات العلمية من أجل استثمار هذه الطاقات. اليوم احنا مو بس عندنا طاقة النفط، لا عندنا طاقة الطاقة الشبابية. هذه تستثمر اليوم، أصبح هنالك في الخارج استثمار للعقول. فبالتالي هذه طاقة تدور أموال. صحيح. لابد من أن تنشغل الدولة بدل من أن تنشغل بالتجنيد الإلزامي وخدمة العلم والتركيز على هذه القضايا. نعم هي هذه قضية مطلوبة لكن يجب أن لا تكون من الأولويات. جيد. يجب أن تكون الأولويات لهذه المرحلة هو أولا اعتماد المراكز البحثية الخاصة بتأهيل وتمكين الشباب. ثانيا تمكين الموازنات لمختلف الأعوام وتخصيص أبواب خاصة لسد ما يعرف بالبطالة أو تشغيل الشباب العاطلين عن العمل. هنالك جامعات تضخ آلاف ربما تصل في بعض الأحيان ملايين سنويا من الدفعات بدون فرص عمل. فبالتالي هذه مشكلة بحد ذاتها يجب أن تعالج. تترك الانشغال بهذه. فبالتالي يجب أن تكون من أولوياتنا تأهيل وتمكين الشباب وزجهم في القطاع العام أو الخاص من أجل البحث عن حياة كريمة لائقة بالقرن 21. جيد ممتاز. الدكتور عمار البهادلي الأستاذ مهدي الصبيحة، وأنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقال آخر حمل عنوان الاقتصاد والخدمات أم الإباحية والتجنيد، الكاتب حيدر الموسوي. فيما يترقب العراقيون بفارغ الصبر بعض القرارات الحكومية المرتبطة بالتنمية والخدمات والاقتصاد والبنى التحتية وأزمة السكن والكهرباء وتوفير فرص العمل، تخرج قرارات وفق قوانين قديمة مركونة على الرفوف ظاهرها يسوق كمنجز لكن واقعها غير مجد بالنسبة لعامة الناس الذين لديهم أولويات كبيرة. هناك فرق بين أن تذهب باتجاه أمور ليس لها الأولويات القصوى وبين أمور ملحة بشكل كبير والتي يفترض أن تكون هي البدايات. خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية نظام معمول به في أغلب بلدان العالم وبجميع القارات. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، كما أجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. أستاذ مهدي، عندما هب أبناء الشعب العراقي صغار كبار نساء رجال للدفاع عن الوطن
ما كان أكو يعني حاجة لأن يدرسون القيم، كانت القيم حاضرة وأثبتوا قدراتهم على تلبية فتوى الجهاد الكفائي وإحراز النصر على الدواعش. فما الداعي لأن يبرر دعاة هذا القانون أن الخدمة الإلزامية ستصنع شاب قوي متحصن عقائديا وقيميا؟ حقيقة أستاذ علاء، أولا توقيت إصدار هذا القانون، الدوافع السياسية بعد هذا القانون، من يقف خلف هذا القانون؟ يعني لو نظرنا اليوم الكتل السياسية منقسم إلى نصفين، قسم مؤيد لهذا القانون ولكن تعديلات، وقسم مصر على المضي بهذا القانون بقايا على نفس الوضع. المخالفات الاقتصادية، المخالفات الاجتماعية ذكرت حضرتك، هبوا أبناء الجنوب لتحرير الأراضي الشمالية الغربية بدون قانون، ولكن ما دفعهم اللي هو الضمير الوطني، الضمير العقائدي. اليوم بالمقابل الطرف الآخر يريد أن يسجل النصر على حساب النصر الذي حققه أصحاب الجنوب، أصحاب الجباه السمراء الذين لبوا وضحوا في سبيل الوطن. بالتالي نرجع لموقف القوة السياسية، يعني اليوم مصر في هذا القانون فيه كثير من الجنبات الاقتصادية، يعني مثلا القانون يحتاج إلى بنى تحتية، يحتاج يعني الفئة التي استهدفها هذا القانون فئة الشباب من عمر 18 إلى 40 سنة، يعني أجرينا دراسة حقيقة يعني وصلت ال 18 إلى 40 يعني نسبة 6 ملايين الراتب اللي قصصه القانون يتراوح بين 600 إلى 700، احنا ما حسبنا على 700 حسبنا على 600 ألف، وصل بشهر الواحد 3 تريليون و600 مليار فقط بالشهر الرواتب، ناهيك عن إطعام، خدمات، كثير بنى تحتية، سلاح، لوجستيك، هذا الجنب زين، هاي الأمور من راح تعد، ما راح يصير فيها جنب الفساد. زائدا انت عندك ميزانيه اصلا مربكه، ميزانيه متهالكه، انت اساسا السنوات اللي سابقه عام 2014 اذا رجعنا استهلكت الدفاع والحرب ضد داعش اكثر من نصف الموازنه. اليوم بعد الحرب مستمره، بعد الخلايا النائمه موجوده في المناطق الغربيه والشماليه، واجي انا ازج البلد في قانون ثاني، يا شنو راح يضطر البلد لمن؟ إلى القروض والدين الخارجي. بالتالي زائدا بعد إذنك، يعني زائدا أن هناك الكثير من الساسة الذين يعني وضعوا مؤشرات على وزارة الدفاع كونها من الوزارات المتهمة بالفساد. هذا اللي ما أريد أصل إليه. أيضا حقيقة الأمر الآخر، القانون نفسه يعني بعد 18 شهر اللي هو راح الخدمة اللي راح تشمل اللي ما عنده شهادة ابتدائية ومتوسطة راح يكون خدمته 18 شهر تدرجا إلى شهادة الدكتوراه. من راح يتخرج من هذه 18 شهر او 6 اشهر او 3 اشهر راح ينصدم انه كان اكو دراتب وكان ممكن متهيئ انه راح يحصل وظيفه. بالتالي هو اصلا تدرب على السلاح، يعني خاف عام 2019 ايام المظاهرات واجهوا القوات الامنيه بالحجاره، بعد هذا القانون راح يواجهون القوات الامنيه يمكن بالهاونات، يتطور الموضوع. ايضا ناهيك ان التدريب الصفر، اعطاه صفر رسميه لبعض القوات الخلايا النائمه لداعش، يعني من الممكن كانوا بالخوف يتدرب ويتأهل لمواجهة القوات الأمنية. اليوم يتدرب ببغداد وبقيادات أمنية كفوة. الأمنية أيضا جنبه مهمة. هذه أمن سياسية. الكثير من الأمور أيضا ناهيك عن المخالفات اللي ذكرناها، خالف مبدأ تكافؤ الفرص، يعني النص في المادة 9 منهم على أن فرص المرشحين منهم الموظفين يكون أعلى من أقران المرشحين، يعني الموظف يعني راح هذا تكافؤ بالفرص. المادة 61 78 من الدستور نصت على إعلان حالة الطوارئ تكون مختصة فقط لرئاسة الوزراء، بينما القانون أعطاها لوزارة الدفاع. زين احنا إذا أعطى الحق لوزارة الدفاع بإعلان حالة الطوارئ، باكر أكبر قوة سياسية تختلف بيناتهم، أي انقلاب عسكري يكون على أوجه السرعة، خاصة في الأوضاع السياسية المتقلبة والانسداد السياسي. أي اختلاف أيضا اليوم حتى هذا القانون إذا ما مر من الممكن أن يكون هناك معارضة سياسية واختلافات لاعتبار والعودة إلى الانسداد السياسي والعودة إلى المظاهرات. البعض تصير احتلالي يعني. دكتور عمار، كانك واحد يسولف يقول كنا جنود في مدرسة تدريب مقاومة الطائرات، وكان عندنا نائب عريف أو رئيس عرفاء اسمه مشحوف،
مشحوف هذا يقول لما بدت الحرب العراقية الإيرانية في العام 80 قام يحكي لنا بالسياسة، فيقول احنا خفنا، قلنا له رئيس عرفاء ترى هذا حكي بالسياسة والسياسة بحر. قال لهم السياسة بحر وانا مشحوف. ها احنا اذا قدرنا نشرع القانون هل سنتمكن من فرضه على اقليم كردستان؟ هل سيكون بمقدور الحكومة العراقية ان تنفذ هذا القانون؟ انت اشرت في حديثك السابق الى ان القانون ربما يحقق حالة من التساوي، هل فعلا نستطيع ان نفرضه على اقليم كردستان؟ حقيقة في الواقع الحالي وفي الوقت الحالي يعني هذا الموضوع يعني بعيد الأمنيات، لأنه اليوم الرقعة الجغرافية هذا يعني أن أحد الأسس التي بني عليها القانون هو غير متوفر، فإذا كان الأساس غير متوفر كيف نبني؟ أحسنت. يعني ربما كان حديثنا في بداية الأمر هو عن تشريع قانون وتنفيذه ربما بعد 3 سنوات، لأنه كان هو في توقيتات زمنية خصوصا ما يتعلق بموضوع الوضع المالية والاقتصادية. قالوا سنتين. نعم. المعطيات اليوم تشير إلى أنه حقيقة العلاقة اليوم ما بين بغداد وأربيل هي لا زالت علاقة عرجاء، ليست هنالك سيطرة كاملة على الإقليم. هنالك ربما إذا جاز التعبير، سواء كانت الكلمة قاسية، لكن هنالك في حقيقة الأمر تمرد. فبالتالي مثل هذا القانون ربما سيصعب على الحكومة الاتحادية تطبيقه بداخل حكومة إقليم كردستان أو في إقليم كردستان بشكل عام. ناهيك عن أنه هنالك معايير يحتاجها هذا القانون، خصوصا ما يتعلق اليوم بماهية العقوبات المفروضة على المخالفين اللي لم يلتحقوا بالخدمة العلم من مختلف الصنوف. طبعا هو صنف الناس اللي يلتحقون بخدمة العلم تقريبا 4 صنوف، هم اللي خريجين أو أولا عدم اللي ما عندهم حظوظ دراسية أو علمية معينة، بعدين يروح لابو الإعدادية، وأخيرا لابو المعاهد والكليات حتى أبو الدكتوراه، طبعا بتوقيتات زمنية معينة تراوحت الخدمة ما بين 1.5 سنة إلى 3 أشهر، آخر شيء أبو الدكتوراه يخدم أقل خدمة هي 3 أشهر. لكن بالنتيجة إحنا نسأل شنو المعايير اللي راح تكون رادعة وضابطة لتطبيق هذا القانون بحذافيرة؟ اليوم الشخص أو المواطن اللي يمشي بالشارع وهو إحنا مثل ما نسميه هارب أو فرار، شنو اللي ممكن راح يحاسبه؟ عندنا اليوم مثل ما يعني متبع به بقية والتقارير. يعني الدول اليوم حقيقة الدول المتقدمة اعتمدت الوسائل الإلكترونية والحوكمة، ربما هذه هي وسائل حاكمة في كل العمليات والأنشطة سواء كانت البدنية أو العسكرية. لكن بالعراق اليوم حقيقة ما عندنا قاعدة بيانات تأهلنا أنه نحاسب سين أو عين الناس، هل هو هارب، هل هو مجاز، هل هو ملتحق بالخدمة المدنية. فبالتالي اليوم قاعدة بيانات غير متوفرة. أنا باعتقادي أيضا هنالك مسألة أخرى وهي تقع على رأس هذه إنجاز التعبير المشكلات. اليوم تعداد عام للسكان ما عندنا، فبالتالي ما عندنا تقارير دقيقة حول الأعمار السنوية أي بلوغ سن الرشد. طبعا بالمناسبة خلي قبل لا أنتقل لهذه النقطة، أنا اللي شفته العجيب الغريب بالقانون أنه يبدي ب 19 عام وينتهي ب 45 عام. نعم. هسه 19 شنو فكرة المشرع من خلال رقم 19؟ احنا اليوم عندنا وفق القانون المدني العراقي عمر 18 سنة هو سن الرشد. نعم. ليش خلى هذه السنة؟ ما اعرف اليوم استاذ مهدي اذا تسعفني وليش راح لل 45؟ يعني وليش راح لل 45؟ يريد ان يفعله باثر رجعي. اها احسن. فبالتالي باثر رجعي. نعم. ملاحظة. نعم. جيدة استاذ. نعم. هذه الإشكاليات حقيقة هي من أثارت حفيظة الرأي العام، بالإضافة إلى المخاوف من الفساد وهو منفذ أو باب من أبواب الفساد، مثل ما تفضلت اليوم وزارة الدفاع متهمة بالفساد خصوصا منظومة الفضائيين وغيرها. لكن باعتقادي أرجع على نقطة مهمة، خليني أنا بعد إذنك اليوم تزدحم عندي الأفكار بس هذه النقطة. عفوا. واحدة من أسباب تقديم هذا المشروع هو مشروع قانون، لأنه قدم من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب. واحدة من هذه الأسباب أنا كقراءة شخصية وتشخيص شخصي أنه لأسباب طائفية، هنالك من ينادي بإعادة التوازن السياسي داخل المؤسسة العسكرية باعتبار اليوم التوازن الطائفي تقصد، هم سموه بلغة السياسي
لكن هم يريدون إعادة التوازن الطائفي المكوناتي، خلينا نستخدم هذه اللغة. هنالك من يعتقد أنه المؤسسة العسكرية وبالتحديد وزارة الدفاع هي مشغولة من أغلبية شيعية، فبالتالي مثل هذا القانون سيحقق هذا التوازن المكوناتي أو الطائفي. فهذه واحدة من الأبعاد التي دفع القانون أو مرره إلى قبة البرلمان من أجل هذه الأبعاد السياسية مرة. هسه ربما ستكون من مخرجات هذا زيادة عدد الشيعة، لأن هناك تسجيل واضح يعني ما عودة على الموضوع. فبالتالي نحتاج إلى نسب وبيانات من وزارة التخطيط وبشكل سنوي وبإحصاء دقيق عن أولا الأعمار اللي تصل إلى 18 سنة سنويا. هسه اليوم النسب تقدر ب 350 ألف شخص هم في 18 بعمر 18 سنة سنويا، أي يبلغ سن رشد سنويا هذه الفئة تكون. هسه مو الأبادين بهاي 300 ربما يجدون من يصطف معهم، لكن هذا أحسنت. بدفع شنو؟ بدفع ضخ دماء جديدة تحمل السمو والسمات الوطنية للمؤسسة العسكرية، وإن كانت هناك أفكار أخرى تطرح بديلة ربما فيها صلاح، لكن هو إحنا اليوم محاذين من هذه الأفكار الأخرى. للأستاذ الصبيحة وأستاذ مهدي، هناك من يقول أصل القانون لا اعتراض عليه، لكن الاعتراض على التوقيت. المشكلة وين؟ يعني المشكلة في التخطيط لتنفيذ هذا القانون، لو في التخطيط لتحديد الأولويات. حقيقة الجميع متفق على أن القانون ما لازم نعتمده، ولكن مو بهذه النصوص القانونية الموجودة، مو بهذه النصوص، مو بهذا التوقيت. يا ريت يعني تغطي على موضوع يعني النصوص القانونية، النصوص القانونية العمر اللي طرحه الدكتور علاء بخصوص 19. هسه أنا ما أعرف، أنا الدكتور عمار العفو، أنا مرة أريد أن أخذ المشرع العراقي من مبدأ حسن النية، خلنا نقول أخطأ ما نقول تعمد. يعني هذا العمر 19 من راح يتفاجئ مباشرة، رجعنا لنظام صدام حسين، راح يتسوق إلى العمارة أو يتسوق إلى كركوك. هاي إذا راح الكركوك وراح ينصدم وراح يتفاجئ يشوف الطبيعة هنا، إنه راح يرجع لا دراسة لا عمل، بالتالي راح يقلل كثر العفو العمالة الخارجية ويسحب العمالة المتواجدة داخل العراق وفرص العمل، وحطم الشباب اقتصاديا وأكاديميا. هذه أعتقد الفكرة، ولا كان المشرع أن يكون ملم بقضية الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العمرية الموجودة. القدرة البنية القدرة تقول هو خطأ، هذا أنا قلت لك أريد أعتمد، ما أريد أقول متعمد، أريد أقول لا مع إضمار حسن النية. حسن النية يعني خاصة إن العمر 19 قدرة البنيانية مالته، القدرة الجسمانية الشاب يكون نافع، يعني استفاد من يمه من قدراته بالمرحلة الإعدادية الجامعية، الكثير من الأمور استفاد من يمه. قضية ثانية، إحنا ليش إحنا نحط قانون وبعد نمرر تعديلات، نمرر يلا يصبح نافذ؟ يعني في إحدى الجلسات مع رئيس محكمة استئناف الكرق، يعني قال أنا صراحة كلش مضايق من عمل البرلمان بقضية التشريع. وقتها ضرب مثل بقانون العفو، قال قانون العفو شرع عام 2019 والحد الان عام 2021 تعديلات. هذا القانون، قانون الخدمه الالزاميه وقانون خدمه العلم، شبيه قانون الخدمه قانون العفو بالتناقضات التشريعيه، اقصد بالخروقات الدستوريه الموجوده. التوقيت، الدكتور ناطر راح تساءل ايضا التوقيت، يعني الجماعه اللي الطبقه السياسيه والتوازن السياسي اللي هم سموه، يعني حقيقه انا اقول انه يردون يسجلون نصر ثاني على حساب نصر اهالي الجنوب عندما لبوا لتلبيه النداء يعني ايام حرب داعش. بالتالي هذا التوازن هو توازن، حقيقه هو توازن طائفي، ولكن مثل ما سماه الدكتور هو توازن سياسي. يعني هم ارادوا تمريره بعنوان توازن سياسي. قضيه ثانيه، احنا المشرع ليش ما يتولى انه قضيه انه اسباب الموجبه هذا القانون هو الميوعه وانحلال الشباب؟ زين احنا نرجع للبنى التحتيه والقوى الامنيه الموجوده. اليوم الكثير من قضايا الفساد، الكثير من قضايا المخدرات الموجوده داخل، حقيقه ليس الكل، بعض القوات الامنيه، العقيده الموجوده داخل القوات الامنيه، نكرر تجربه سبايكر، نكرر تجربه السقلاويه، هذه العقيده احنا نبحث عنها القوات. قضيه الحلول الثانيه، يعني اليوم عندك وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه جاي تطرح الكثير من المشاريع التدريبيه التاهيليه، عندك وزاره الشباب والرياضه، هذه انا قادر على استيعاب الشباب، الاعداد هائله من الكثير موجوده، وخاصه يعني هذا القانون قلت لك يكلف 3 تريليون و6 ملايين. اليوم هناك كثير من المنشآت متعطله عن العمل، انا اهلها وادمج الشباب بها. الاستاذ مهدي الصبيحاوي، الدكتور عمار البعدي، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقالنا الاخير الذي حمل عنوان الخدمه الالزاميه
دردشة في القضية. الكاتب: منهل عبد الأمير المرشدي. خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية نظام معمول به في أغلب بلدان العالم وبجميع القارات. خدمة العلم تعد بمثابة التزام وواجب على جميع المواطنين ممن يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، مع اختلاف الأعمار والمدة المحددة وفق التحصيل الدراسي. الصعوبة التي تؤطر مناقشة القانون في البرلمان من خلال تساؤلات تنطلق من صلب الواقع السياسي الذي يمر به عراق ما بعد 2003، وهل سيكون ذلك الأمر محسوبا بعناية من قبل الجهات المعنية للحكومة، أم أن الخدمة الإلزامية ستزيد الطين بلة وتفتح بابا آخر من أبواب الفساد الكبرى. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى وأخرى، وأجدد الترحيب بضيوفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهدي الصبيحاوي، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار البهادي. دكتور عمار، أكو قضية مريت عليها وما توقفنا عليها، بس هي بتصور تحتل أهمية كبرى، وهي أنه أنت راح تجيب مجاميع الشباب تدخلهم وتعسكرهم وتدربهم على سلاح وكيفيات استخدامه وربما أسلحة جديدة على هؤلاء الشباب دون أن تفكر بكيفية استيعابهم بعد أدائهم خدمة العلم، فتكون عندئذ قد دربت مجموعة من الشباب وتركتهم للبطالة. هذا الأمر راح يخلينا أمام خطر يعني فادح، اللي هو عسكرة العصابات المرة. شنو الحل؟ يعني حقيقة اليوم الظواهر السلبية اللي تتنامى بالمجتمع ظواهر كثيرة، نعم، وخطيرة، فبالتالي ربما سوف ينجر الشباب بعد ما ندربهم ونأهلهم ونتركهم للعراء. شوف، هو هذا سؤالنا. نعم، هذه راح ينجرفون لهذه الظواهر. واحدة من هذه الظواهر اليوم أولا عصابات الجريمة المنظمة، ثانيا المخدرات، ثالثا موضوع ربما ما يعرف بالهكر والابتزاز الإلكتروني. هذه الظواهر اليوم أصبحت ظواهر خطرة، بالتالي أنت كأنما جاي توفر مادة خام ومثل ما تسمى لقمة سائغة لهذه الجماعات ولهذه العصابات ولهذه الظواهر، وتصبح عندئذ أنت من تسهم في تصنيع هذه. يفترض اليوم أن لا تكون النهايات سائبة. اليوم أنا من أشرع قانون وأقول يا به يا العمر الفلاني يا الفئة الفلانية راح يجون يدخلون يدربون على السلاح، يجب أن تكون نهاياتهم معلومة، أي أنه الدولة تتبنى العملية من الألف إلى الياء بعد ما يكملون عملية التأهيل، خلينا نسمي التأهيل والتدريب اللياقة البدنية والعسكرية والتدريب على السلاح، بالتالي تكون هنالك مراكز ومؤسسات و منظمات تتبنى احتضان ورعاية وتمكين وتدريب وتأهيل هؤلاء الشباب. جيد. هسه مرة في المجالات الأدبية، مرة في المجالات الثقافية، ومرة في المجالات حتى الأمنية، لا بأس، صناعية زراعية. أنا اليوم من أبني مثل هذه الطاقات الشبابية، طبعا راح تكون هي طاقات ناهضة بالدولة، راح تكون هي عماد الدولة، راح تكون هي عماد المستقبل، راح تكون هي عماد للأجيال اللاحقة. لأنه اليوم أنا من أجي أشوف الجيل اللي قبلي، زين، جيل معطاء ناشط مثمر حريص على بلده، فبالتالي أنا راح يكون هذا الجيل هو قدوة إلي. لذلك يجب أن تحتضن الدولة مثل هذه الفئات وهذه الطاقات، مرة عبر التأهيل، ومرة عبر التدريب، ومرة عبر افتتاح المراكز والمؤسسات. وأنا أتحدث بكلا القطاعين، القطاع العام والخاص. نعم. اليوم تفعيل القطاع الخاص أيضا أصبح ضرورة قصوى بحكم البطالة التي وصلت إلى ربما تكاد تصل إلى 40%، وبحكم ما نص عليه الدستور من أن الاقتصاد العراقي اقتصاد حر. بالتالي اليوم الاكتفاء بهذه الريعية وهذا الجانب الريعي حقيقة هو واحد من مساوئ اليوم هذه الجريمة وهذه العصابات. نعم. وهذه المافيات وربما حتى الحالات السلبية اللي تتمثل بافتتاح مؤسسات خاصة، يعني أرجو المعذرة عن هذا التعبير. نعم. ربما الدعارة والأمور. نعم. اللي تمس قيم. نعم. المجتمع. نعم. والقيم الإسلامية. نعم. خدشة الذوق العام. هذه لم تأتي يعني عن فراغ، وإنما جاءت نتيجة تراكمات في الإخفاقات المرحلة، بل أكثر من هذا دكتور، أنها جاءت نتيجة برامج استهدف بها الشعب العراقي. وهي مصنعة في الخارج طبعا لا شك. نعم. فيجب أن تكون أولوياتنا لهذه المرحلة
هو افتتاح مراكز نعم وافتتاح مؤسسات حكومية، تشغيل الأيادي العاطلة عن العمل، احتواء البطالة، احتواء خريجي الكليات نعم. عبر كلا المجالين العام والخاص من أجل على الأقل تحجيم هذه الظواهر السلبية اللي بدأت تتنامى مع الأسف في المجتمع. واليوم حقيقة المجتمع العراقي هو ليس أي مجتمع، هنالك ذوق عام، هنالك قيم، هنالك منظومة قيمية إسلامية يجب أن تحترم بحقيقة كل مسمياتها، باعتبار أنه اليوم ربما هنالك حالات وظواهر سلبية في بعض المجتمعات هي تغض النظر عنها، باعتبار ربما هنالك جانب من الانزلاق الخلقي، هنالك انحدار، هنالك، لكن اليوم المجتمع العراقي مع كل هذه الآفات هو لا زال يحتفظ ويحافظ على هذه المنظومة القيمية وعلى طبعا هذا بفضل مرجعيتنا الرشيدة وما تدير من برامج حتماً وبفضل حتماً العلماء والمثقفين ونخب النخب المثقفة التي وأنا حتى وعت مسؤوليتها وتحملتها في ظرف جدا حرج. الأستاذ مهدي، لكل جيش عقيدة، هذه احنا دائما ما نسمعها، كثيرا ما نسمعها، العقيدة العسكرية، العقيدة العسكرية. طيب أنا في ظل مجتمع منقسم من ناحية البنية العقائدية، أولئك يعني خاصة في ما يتعلق بشبابنا في إقليم كردستان، هناك عدد ليس بالقليل يؤمن بفكرة الانفصال، كيف ينخرط في ظل جيش وما هي العقيدة التي سيؤمن بها ما إذا دخل هذا الجيش؟ حقيقة أستاذ علاء، هي مشكلة كبيرة الموجودة بالقانون. نعم، يعني المشرع من وضع هذه النصوص ما فكر بكثير من الأمور، المواطنة، الضمير الوطني، العقيدة اللي يجب أن تكون. عام 2014 كثير من الرتب شاهدناها تركت الفئة، ليس فقط في المناطق الشمالية والغربية، حتى مناطق إقليم كردستان تركوا مناطقهم عندما هربت داهمهم خطر داعش من موصل إلى المناطق. الكثير اليوم لأنه يعتبر أن المعركة ليست معركته، وهي من الموضوع قالوها صريح العبارة أن المعركة ليست معركة بالنهاية. اليوم نجد المشرع ارجع على تأكيد على الخدمة الإلزامية، وبنفس الوقت احنا ما ضد القانون الخدمة الإلزامية ولا ضد الجيش النظامي. بالعكس احنا نريد خدمة إلزامية، هذا الخدمة الإلزامية بجيش بعقيدة وطنية بضمير، بجيش يحب يتبع نظام المواطنة. اليوم هذا القانون يعني حقيقة فرقه يعني بين اصحاب الدخول العالي واصحاب، يعني عندما وضع في بعض نصوصها دفع البدل. يعني اليوم مثلا ابناء كردستان مثل ابن السماوه يعني اللي وصلت نسبه البطاله بيها 30% يروح يدفع بدل، منين يجيب هذا؟ منين يجيب هذا؟ هو هذه فكره البدل كانما باب ينفتح ل يعني للفساد الطبقية داخل المجتمع العراقي، عدم تكافؤ، مبدأ تكافؤ الفرص بالدستور العراقي. الدستور نص على تكافؤ الفرص. زين هسه مدة التدريب، لا يجب أن تنص على فترة تدريب. كثير من الأمور هذا القانون مخالف فيها، منع من السفر. زين أنا أنت راح تدرب 18 شهر وبعد 18 شهر راح ينصدم إن هاي 18 شهر عاش بيها ملك ابن الناصرية ابن السماوة يستلم راتب 600 بالشهر. شنو بعدين راح ينصدم؟ راح تأهل جيش، راح تأهل جيش مو نظامي. جيش نظامي ضدكم، ضد الحكومة، وراح احتجاجات وشباب ومظاهرات، وبالتالي عودة إلى الفوضى. هذا ما يريده المشرع. هذا ما تراه أنت دكتور. أكو فكرة طرحت أنه بدل ما نفكر بتجيش الناس، ليش ما نبقى نحافظ على فكرة التطوع للجيش، نفتح الباب للتطوع للجيش وبناء جيش رشيق يعني يؤمن بالعقائد العسكرية الوطنية الحقيقية. وهي فكرة التطوع الإلزامية والمكلفية فكرة كأنما غادرتها الشعوب، يعني انفتحت على موضوعات أخرى. ربما واحدة من أهم الميزات التي تميزت بها الجيوش العالمية يومنا هذا هو تحديث المنظومة العسكرية. اليوم قبل كنا نطمح لأولادنا أن يكونوا طيارين، الآن الاتجاه العام الطائرات بدون طيار. يعني هذا التحديث ليش من نفكر به؟ وهذه الأموال الهائلة التي ترصد للصرف على بناء المعسكرات والتغذية وهي بوابات فساد كبرى، ليش ما ننشغل بتحديث المنظومة العسكرية التي تفتح أبوابها للمتطوعين؟ تدري ليش سأل على؟ نعم، لأنه بصريح العبارة
اليوم قانون اللي او مشروع القانون اللي يقدم للبرلمان هو نسخة وكأنما مستنسخة من قانون رقم 65 لسنة 1969 اللي هو قانون البعث. قانون الخدمة العسكرية حقيقة اليوم احنا سنة 69 هي ليست كسنة 2022 بالتأكيد. يفترض ان يكون هنالك احنا نسمي أبديت، يجب ان يكون هنالك تحديث في العقلية، يجب ان تكون هنالك عقلية شو نسميها محدثة مودرن. انا اعتقد انه اليوم العقلية اللي وضعت هذه القانون هي نفس العقلية او نفس التفكير اللي كانت تفكر بسنة 1969. بالتالي هنالك محدودية نظر. اغلب التجارب اليوم اتجهت الى فتح باب التطور ومغادرة الخدمة الالزامية. هي من اسمها حقيقة هو اسمها يدعو الى الاشمئزاز. نعم. انا قاعد بالبيت ويجي واحد يجبرني. فبالتالي مهدي يقول الدستور سماها خدمة علم، ما سماها خدمة إلزامية. ليش؟ إلزامية خدمة العلم بهذه التسمية إعطاءها دلالات و إشارة رمزية لسمو الوطن بالضبط. والمواطنة بالضبط. فيفترض أن يشاع بين عامة الناس خدمة العلم وليس قانون الخدمة العسكرية أو ما يسمى الإلزامية الإلزامية أو الإجبارية. نعم. هذا بحد ذاته هو يخليني أنا أوقف كشاب من أسمع شيء إجبار، هسه لو يعطيني بندقية ويقول لي قعد باب بيتك أنا هم يصير عندي تكاسل ومو يصير عبء عليه. بينما اليوم الحديث عن التطوع، أولا سيكون ربما الأعداد اللي تندفع للتطوع هي ربما أعداد محدودة. بالمقابل الميزة الإيجابية الأخرى ستكون الرواتب مغرية، اليوم الشاب يتحمس. ثالثا اليوم أنا من أروح إجباري مو مثل ما أروح لشيء معين بإرادتي. راح أكون أولا كل طاقة، ثانيا أكون متحمس لهذه القضية، أبدع في هذه القضية، أعطي جل العطاء، بالتالي أكون اليوم منتج. حتى ما تفضلت بموضوع العقيدة السياسية سيكون أكثر حضورا داخل التطوع أكثر ما هو موجود العقيدة الوطنية العقيدة عفوا الوطنية. نعم. نعم. ستكون أكثر حضور باعتبار اليوم أنا رايح بملء إرادتي. اليوم ما مالي علي السين الناس أو صاد الناس أو الحكومة أو البرلمان مالي علي تعال روح إلزم بدقيتك وقاتل، لا أنا اليوم رحت مؤمن بهذا مجال. نعم. مؤمن بهذا الهدف متطوع. أنت رايح راجل متطوع يعني. نعم. هسه مرة صح أنا رايح عندي طموح مادي صح. نعم. لكن وراء هذا الطموح المادي أيضا عندي فد أهداف أو مؤمن بفكرة أو مؤمن بقضية. نعم. فهذه هذا الموضوع حقيقة. أنا اليوم ربما أشكل على المشرع القانوني أكثر من إشكال، لكن الإشكال حقيقة بطريقة صياغة القانون أولا وطريقة التفكير في وضع هذه الاشتراطات، خصوصا ما يتعلق أنه مثل ما ذكرت أنت اليوم بالقرن 21 يفترض أن تفكر بعقلية القرن الوقت لنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا جناب الدكتور عمار العادلي. حياك الله. الأستاذ مهدي الصبيحاوي. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج السيد قاسم العجرش الخاتمة التالية: تتحاور معه عن معنى المواطنة فيحدثك عن الخدمة العسكرية الإجبارية وعن الموت في سبيل الوطن، لا يفهمك عندما تقول له أن المواطنة حق وواجب والتزام متبادل وأن نعيش في سبيل الوطن خير من أن نموت من أجل الوطن، وأن المواطنة تعني العدل والمساواة في خط الشروع. المواطنة عنده أن يبني غرفة إضافية على رصيف الشارع الذي أمام بيته ويجادلك أن هذا حقه من النفط. أي شكوى فيها؟ أحدهم بنى بيتا فوق خط الماء الرئيسي وحدث كسر في الأنبوب، اضطرت أجهزة الدولة للحفر في إحدى غرف هذا البيت، وعندما انتهى العمال من عملهم أشهر عليهم بندقية مطالبا إياهم بصب أرضية هذه الغرفة. شكرا لكم.